السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلومة مهمة جدا عايز أتكلم فيها، وهي مسألة تبادل الاشتراكات. يعني موضوع كبير قوي، جروبات كتيرة جدا على الفيسبوك نعمل تبادل الاشتراكات، خمس قنوات قصاد خمسة نتبادل مع بعض، 10 قدام 10، 3 قدام 3. هذا الموضوع طبعا كل اللي مبتدئ متسرع عايز يوصل بسرعة وعايز يكبر العدد ويوصل للألف مشترك والـ4000 ساعة. لكن في معلومة مهمة جدا لازم نعرفها، ان معظم الايميلات اللي هي عايزة تخش معاك وتشترك في قناتك كلها ايميلات ميتة، يعني ما هوش معجب بصفحتك اصلا، يعني مش هيتابع معاك، يعني مش مشترك حقيقي، يعني مشترك وهمي. اليوتيوب بعد كده بيحذف القنوات الميتة ديت، يعني وعشان كده مش هو اللي بيطلع، اليوتيوب بيحذف هذه القناة. عايزك تعرف حاجة، لما انت بتنزل فيديو وتقول للناس تبادل قنوات ويشوف دقيقة من عندي، ده معناه ان كل واحد بيخش يعمل لايك يشوف دقيقة واحدة ويطلع من الفيديو، طبعا 10 20. اليوتيوب ليه احصائيات معينة في استوديو يوتيوب كلنا عارفينها، الاحصائيات ديت الناس بيخشوا الفيديو بتاعك وبيطلعوا من اول دقيقة، معناه ان الفيديو فاشل، معناه ان انت انسان فاشل، معناه ان قناتك محتواها مش كويس. كل واحد يخش يقعد دقيقة وينفر ويجري على كده كله، خدت بالك ازاي؟ علشان كده موضوع تبادل الاشتراكات بيدمر القناة مش بيعليها، اعداد كلها في الليمون. بعد كده يطلع بقى العدد بتاعك والاحصائيات بتاعتك، الناس اللي بتخش القناة بتاعتك، مصادر المشاهدة. مصادر المشاهدة منين؟ كلهم من بره، مفيش المشتركين بتوعك مش متفاعلين مع القناة، عشان كده القناة ميتة، عشان كده القناة واقفة. لازم المشترك يكون داخل عشان يستفيد منك. فمسألة تبادل الاشتراكات، انت بتيجي داخل عندي من ايميل اي كلام، انت عامل 5 6 ايميلات او 5 6 قنوات وهمية، ويلا يلا يلا 10 20 30 40 بنوصل ل1000. المسألة بتبقى صعبة جدا، لذلك مسألة تبادل الاشتراكات بتدمر القناة بتاعتك. ليه؟ لأن اللي بيخش بيقعد دقيقة ويمشي، يعني المحتوى بتاعك غير جيد، وعمره ما بيدخل تاني، يعني اللي بيخش بيتك ما بيخشهوش تاني، لأنه هو بيت مش كويس، لأن قناتك محتواها مش كويس. فأنت بنفسك بتدمر القناة بتاعتك. أمال أنا أحسن قناتي إزاي؟ اتعلم المونتاج، اتعلم تحسين الصوت، اتعلم تحسين الإضاءة، اتعلم ازاي ترفع الفيديو بتاعك وتكتب كلمات بحث كويسة، خدت بالك؟ بعد كده هتلاقي الفيديو بتاعك محتواه كويس، الناس بيخشوا عايزين يشوفوك، بيشوفوا الفيديو بالكامل، معناه ان انت انسان ناجح، معناه ان المحتوى بتاعك محتوى عالي. اما المحتوى بتاع يدخل نص دقيقة يتفرج وما يخشش القناة تاني، ده معناه ان هو دخل لقى حاجة وحشة، معناه دخل لقى محتوى مش كويس، معناه ان انت مش هتنجح اصلا في اليوتيوب. يعني حسن محتواك، والمواصلة انك تتابع ما تتوقفش ابدا، وتفضل تتعلم المونتاج وتتعلم الصوتيات وتتعلم كل حاجة، وتعرف ايه هي الحاجات اللي ممنوعة من النشر، وان انا ما اخشش حاجات محظورة وغير ذلك، واعرف القوانين، اتعلم عشان اخش اتقن هذه يعني الحرفة دي. بس نصيحة حبيت اقدمها لكم، ويعني شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.